بنج بريس بار او سميث ضيق، اهم شيء فتحت اكتافي، فتحت ايدي بقد فتحت اكتافي، اقبض اثنين قوس بالظهر، ثلاثة ارفع صدري النقطة اعلى نقطة اوصلها بعد ما اتنازل عنها. عملية النزول اذا عندك مرونة 90 والافضل اقل من 90 بشوية، وادفع زمن النزول نفس زمن الطلوع، ما اكمل ايدي على الاخير على مود لي يرتفع كتفي ويشتغل. شنو الاخطاء؟ اولا القبضة اذا كانت ضيقة حيشتغل ترايسبس، اثنين النزول اذا كان بهاي الطريقة حيشتغل ترايسبس، ثلاثة انه ارفع اكتافي امد ايدي على الاخير وارفع اكتافي حيشتغل الاكتاف، واخير شيء واهم شيء انه قوس الظهر ما اخلي قوس الظهر لذلك حيرتفع الاكتاف ويبطل الصدر يشتغل.